باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. النهاردة 22 طوبة، كنيسة بتحتفل بنياحة قديس كبير جدا مفرح قوي، أنا على مستوى شخصي بحبه جدا، هو أنبا أنطونيوس. ومش احنا بس في مصر بنحبه، العالم كله بيحبه لأنه هو أبو رهبان العالم كله، تخيلوا. وهو قديس مفرح وكل ما في حياته حلو وكلماته حلوة، وهو شخص معزي جدا، وبالمناسبة كمان شفيع قوي. يعني لما تتعرفوا عليه ويبقى شفيعكم هتلاقوه هو صاحب حلو وأب حلو وشفيع، صلواته قوية جدا. أنبا أنطونيوس هو من قرية اسمها قمن العروس، والقصة بتاعته معروفة طبعا، إن هو كان أبوه راجل قوي وعنده أملاك كتيرة، وهو كان له أخت. وبعدين أبوه القوي اللي بيؤمر وينهي فجأة مات، وغالبا هو كان شايفه كده يعني حاجة قوية جدا. يعني يقال أحد المخطوطات إنه دخل على أبوه كده وبصله وقال له أنت خرجت بدون إرادتك من العالم، أنا هخرج من العالم بإرادتي. وغالبا دي الفكرة اللي كانت بتدور في ذهنه، لكن نفذها إمتى بقى دي؟ إن في يوم الأيام وهو داخل الكنيسة بيصلي، وكانت الكنيسة باسم أبو سيفين، سمع الشماس في الإنجيل في القداس بيقول الآية: إن أردت أن تكون كاملا اذهب بيع كل أملاكك واتبعني. هو حس إن دي كلمات ربنا لي شخصيا، فراح خرج باع كل أملاكه، 30 فدان من أفضل الأراضي في قمن العروس بني سويف، باعها وأخد أخته حطها لبيت العذارة. وقتها كان في بيوت العذارة، وراح هو خارج من العالم، رايح فين مش عارف، بيعمل ايه مش عارف. وقتها كان في بدايات لفكرة الرهبنة لكن بصورة معينة، يعني كانوا اللي عايز يترهبن او عايز يبقى متعبد كان يقعد كده في حتة منعزلة. هو راح قعد في مكان الاول في القرية، في اخر القرية كده بعيد، لحد اما حصل انه وهو قاعد كان على شط النيل لقى ستات بتنزل وتستحمى كده، فهو بص كده وقال لها: ألا تستحي وأنا راهب؟ فقالت له: الرهبان مش هنا، الرهبان جوه. بص هو قد إيه مستنير. واحد تاني كان ممكن يرد عليها يقول لها: أنت ست مستهترة، شايفة راجل وأنت بتخلع هدومك، لكن هو حس إن ده من ربنا وقال: عندك حق. وراح قام ودخل البرية الجوانية. ابتدى الأول رهبانته أنه سكن مقبرة قعد فيها فترة، وتخيلوا أنتم متخيلين شاب صغير في العشرينات دخل يسكن مقبرة. الشياطين في البداية تخيلت أنه زيه زي بقية الناس العادية، يخوفوه شويتين يجري، فظهروا له بصورة مرعبة. هو كان بيصلي وكان يقول مزمور محبوب عنده قوي: الرب نوري وخلاص من أخاف، الرب ناصر حياتي من أجزع، عند اقتراب الأشرار مني أكل لحمي، مضايقي وأعدائي سقطوا. وكان بصلواته تهرب، فيزودوا الحرب يزودوا الحرب، لدرجة أنه في يوم من الأيام اجتمعوا عليه الشياطين وضربوه. يقال أنه الضرب جامد، حتى أنه كان بنحاول الموت. الصبح عبر حد لقاه مرمي قدام المقبرة، وهو في منهك القوة شالوه ودخلوه الكنيسة وابتدوا يطببوه ويشوفوا جروحه، وقال لهم: أرجع تاني المكان. ورجع تاني المقبرة، وأول ما دخل رشم الصليب كده وقال للشيطان: إن كان ربنا اداك سلطان أنا موافق اعمل فيها اللي انت عايزه، لكن لو ربنا ما اداكش سلطان ملكش من النهاردة سلطان انك تقرب مني. الشياطين جريت وخافت، حتى انه يقال ان هو كان بيعاتب ربنا، قال له: طب ليه يا رب ما عملتش كده من الاول؟ فربنا قال له: اطلبني دايما تجدني. وتعلم هو الدرس ده. وبعد شويه دخل البريه الجوانيه،
والبريه الجوانيه دي معناها رعب. انتوا متخيلين الصحراء بتاعت البحر الاحمر، الجبل الداخلي ده شيء مرعب، لانه كان جبل اسود، جبل كله اسود ونمور وفهود، بجانب شغل الشياطين اللي كانوا بيحركوا الاسود ناحيته، وهو يظهروا له احيانا في صوره ستات عشان يسقطوه في الاغراء، وانه يرموا له فلوس عشان يضعف، وهو قوي. قوي بايه بقى؟ ثابت زي ما تشوفوا يعني. وثابت الانبا انطونيوس في احد المخطوطات يقولوا ان الشياطين كانت بطلتهم لما سمعوا انبا انطونيوس هيخش البريه، وقالوا البعض فاكرين ادم الاول بقوته قبل السقوط دخل البريه شخص يحمل نفس القوه هذا الشاب الصغير، لكن ايه سر قوته؟ سر قوته ثلاث حاجات مهمه قوي. اولا انه كان يعرف تماما ان القوه في طاعه الوصيه، زي ما سمعتوا ان في البدايه كده ان اردت ان تكون كاملا اذهب، قال دي وصيه ليا انا. كم واحد بيسمع الكلمه دي، لكن هو كان عنده الكتاب المقدس معناها انها وصيه لابد ان تطاع. وحتى هو كان يقول لاولاده الكلام ده، كان يقول لهم ان الكتاب المقدس لابد ان يعاش، فكان يقول كده هو على كلمات الكتاب المقدس، يقول اذا سلح الانسان نفسه بامانه نحو وصايا الله فان الروح القدس يعلمه ويجعله ينفذ الوصيه. يعني اذا انت كان قلبك صادق انك تنفذ الوصيه، ربنا هيديك انك تنفذها. ومره واحد ساله كده قال له ازاي ارضي ربنا؟ قال له اجعل الرب امام عينيك على الدوام، يعني خلي ربنا قدام عينك، وقبل كل عمل اجعل لك شهاده من الاسفار المقدسه على كل ما تعمله. يعني اسال نفسك ربنا قال لي ايه في الحكايه دي. ومره من مرات جم مجموعه عشان تترهبن، فقالوا له كيف نخلص يا ابانا؟ فقال لهم اسمعوا ما يقول الكتاب المقدس. فقالوا له من فمك يعني علمنا. فقال لهم من لطمك على خدك الايمن حول له الاخر. فقالوا له لا 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 نطيق، يعني ايه مين يعمل كده؟ ما نقدرش. فقال لهم على الاقل اصبر على هذه اللطمه، يعني خليك صابر عليها. فقالوا له لا نستطيع. قال لهم طيب على الاقل لا تضمروا شرا للذي لطمكم. فقالوا له لا نستطيع ايضا. فبص كده لتلميذه قال له اصلح لهم مائده واصرفهم، انهم لا يريدوا ان يتمموا وصايا الله، يقولوا عن هذا لا نريد وهذا لا نطيق وهذا لا نستطيع. يعني الكتاب المقدس كده هينفذوه امتى؟ عشان كده يقول بابا اثناسيوس عنه، يقول لقد حفظه الرب لاجل فائدتنا وفائدة الآخرين، لكي يكون معلما لكثيرين عن النسك الذي تعلمه من وصايا الكتاب المقدس. ما اخترعش أنبا أنطونيوس نسك، أنبا أنطونيوس عاش حسب الوصية بجد. يعني كل اللي عمله أنبا أنطونيوس أنه قال لنا أن يوجد من ينفذ وصايا الله فيصير قديس. عشان كل واحد عايز يبقى قديس عنده الكتاب المقدس، تمم الوصايا تصير مثله. سر من أسرار قداسة أنبا أنطونيوس هو الكتاب المقدس. السر الثاني هو الجهاد بكل جدية. يخش البرية يجد صعوبة، ما يقولش لا خلاص أرجع تاني أبدا. يخش البرية يلاقي حروب، ما يقولش إيه ده لا مش هقدر، لا لا لا، بكل قوة بكل نسك. يقول كده لا يعلم ولاده، يقول إذا سرنا في الطريق وجب علينا أن نزداد جهادا ولا يلتفت أحد إلى الوراء كما فعلت امرأة لوط. الالتفات للوراء ليس إلا شعور بالندم والتفكير في العالم مرة أخرى. لما تقعد ترجع للوراء معناها أنك أنت بتسيب الجهاد بتاعك. عشان كده يقول لولاده لا تعطوا من الآن نوما لعيونكم ولا نعاسا لأكفانكم حتى تقدموا ذواتكم ذبيحة طاهرة للرب تستحق أن تعينوه.
كان مجاهد بس جهاده كان باستنارة، ما كانش مجاهد بدون معرفة. يقول من يعرف خزيه فذلك هو الذي يطلب نعمة الله ويعرف موته ويعرف أيضا حياته الأبدية. عشان كده كان بيجاهد بجد وبكل عمق وبكل قوة. يقول إذا أقمعنا الجسد واستعبدنا للروح القدس فإن الأفكار الجسدية التي تسبب عداوة لله تموت وتضعف. يعني نقول له سر جهادك إيه؟ قال كنت بخضع دايما إرادتي لإرادة الروح القدس. هو ده السر الثالث في حياة أنبا أنطونيوس، إنه كان دايما بيقدم عمل الروح القدس وإرادة الروح القدس عن إرادته الشخصية. يقول لولاده ذاك الروح الناري العظيم الذي قبلته أنا اقبلوه أنتم أيضا. ذاك الروح الناري العظيم الذي قبلته أنا اقبلوه أنتم أيضا. إذا أردتم أن تقبلوه ويسكن فيكم قدموا أولا تعب الجسد وتواضع القلب وارفعوا أفكاركم إلى السماء ليل ونهار. اطلبوه باستقامة قلب، اطلب روح ربنا باستقامة قلب. يعني اوعى تطلب روح ربنا وانت خاين، أو تطلب روح ربنا وانت متهاون. يقول هذا الروح الناري يعطى لكم. عشان كده هو سر من أسرار قداسة أنبا أنطونيوس، إنه كان بيقدم دايما إرادته قدام إرادة الروح القدس. ويقول كده هو الروح القدس إن كانت له شركة مع العقل بواسطة حفظ الوصايا فإنه يرشده لينزع عنه أمراض الخطية. يعني لو أنا كنت بخضع إرادتي للوصية، روح ربنا يخش في عقلي ويديني قوة إزاي أجاهد وإزاي أعيش حسب الوصية. عايز أقول لكم حاجة مهمة بقى، أنبا أنطونيوس هذا المتوحد والناسك الذي خرج بمفرده صار عظيم في كل العالم. قدر إنه يراهبن في حياته 100,000 راهب، متخيلين؟ يعني هو راهبن أبو مقار وراهبن الـ 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 الآباء وانتشروا في مصر وراهبنوا في حياة الأنبا أنطونيوس. كانوا الرهبان 100,000 راهب، واستطاع أنبا أنطونيوس أن يجعل في مصر رهبنة مزدهرة، حتى إني القديس يوحنا ذهبي الفم يقول السماء بكل نجومها لا تساوي مظهر وشكل الرهبان في مصر. ويقول القديس جيروم يقول إن حينما تأخذ النيل من اسكندرية إلى الصعيد تستطيع أن تتابع أصوات التسابيح في الليل، لأن الأديرة المنتشرة على ضفاف النيل تسبح طول الليل. أنبا أنطونيوس استطاع أن يجعل البرية سماء. أنبا أنطونيوس استطاع أن يجعل الجبل مكان لحلول الله. ربنا يسوع قال إن كان لكم إيمان مثل حبة الخردل تستطيع أن تقول لهذا الجبل انتقل من هنا وانطرح ينتقل. تخيلوا أنبا أنطونيوس الإيمان الذي في داخله لم يجعل الجبل ينتقل، لكن غير الجبل وخلى الجبل مكان للسماء. أنبا أنطونيوس استطاع أن ينتشر في العالم كله كمنهج حي يمكن للبشرية كلها أن تحيا حياة جديدة على الأرض مكرسة كل ما في داخلها للمسيح. النهاردة واحنا بنحتفل بنياحة أنبا أنطونيوس بننظر لهذا الكوكب المنير، وننظر إلى الجبل الذي جعله أنبا أنطونيوس سماء تانية، ونقول له يعني إحنا مديونين ليك كمان بأنك قدمت لنا صورة ونموذج لإنسانية استطاعت أن تتمم الإنجيل واستطاعت أن تستقبل قوة الروح القدس. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن إلى الأبد.